بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام التامان الأكملان على السيد محمد. بادئ ذي بدء، أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المنابر الحرة والمتتبعة لقضايا وشؤون الشهيد التعليمية بأسفي وعلى رأسها صافي النور. أما فيما يخص نتائج الحركة الانتقالية، فإن كاتحاد المغرب للشغل وكجامعة وطنية للتعليم منضوية تحت لواء اتحاد المغرب للشغل، عبرنا في بداية الأمر عن تحفظنا من المنهجية التي نهجتها الوزارة في تتبير هذا الملف الذي يعتبر ملف محوري وملف هام بالنسبة للشغيلة التعليمية، لما له من آثار مباشرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي لعموم رجال ونساء التعليم. إذن عبرنا على تحفظنا لأننا لاحظنا أن العدد المستفيدين في ارتفاع، وهذا عدد مسبوق ويحسب للوزارة، وأمنا خيرا أن تكون الحركة حركة عادلة ومنصفة لجميع المشاركين سواء وطنيا أو جهويا أو محليا. وفي الأخير فوجئنا بتدبير انفرادي للوزارة والتي أقصت إقصاء واضحا للمحليين، واعتمدت الحركة بالنسبة للمشاركين وطنيا وجهويا فقط، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص التي تنص عليه جميع المواثيق وجميع المذكرات الوزارية. فكيف يعقل لرجل تعليم أن يدرس أبنائه داخل الفصل التربية على القيم والتربية على حقوق الإنسان وحقه في الانتقال قد انتهك من طرف الوزارة الوصية؟ إذا احنا كجامعة وطنية للتعليم منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نستنكر وبشدة هذه الإجراءات العشوائية التي أقبلت عليها الوزارة في تنفيذ حركة انتقالية، ونطالب بحركة عادلة ومنصفة لجميع الفئات بدون استثناء، باعتماد مبدأ الاستحقاق التي تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 056 الصادرة ب 2015. وفي ظل هذا الوضع المتأزم وفي ظل هذه التراجعات الخطيرة عن حقوق رجال ونساء التعليم، إن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعلن استعدادها للانخراط في جميع النضالات من أجل إقرار الحق ومن أجل إعادة الحقوق إلى ذويها. كما تخبر الجامعة الوطنية للتعليم بأن حتى المستفيدين من الحركة فهم متضررون من طبيعة الحال، لأن مثلا سوف أعطي مثال داخل المجال الحضري بالنسبة لأسفي، فالخصاص لا يتعدى 150، في إن عدد المستفيدين 175، مما يتيح إمكانية تفعيل المذكرة الخاصة بتدبير الفائض. وفي ظل الصلاحيات المهولة التي أعطت للمديرين الإقليميين، فإن جميع المستفيدين هم منتقلون مع توقيف التنفيذ، وفي أي وقت يمكن أن يعينوا من أجل مصلحة خارج اختياراتهم. إذن الوضع يستدعي تكتل جميع نساء ورجال التعليم، سواء مستفيد مع إيقاف التنفيذ أو سواء متضرر. الوضع كذلك يستدعي استبعاد جميع الحسابات الضيقة السياسوية والنقابوية، لأن المصلحة رجل التعليم فوق كل اعتبار. وفي الأخير نهيب بجميع نساء ورجال التعليم للالتفاف حول النقابات التعليمية التي رفعت مطلب واحد، وهو حركة عادلة ومنصفة لجميع الفئات، ونطالب بمزيد من النضال مزيد من النضال ومزيد من الصبر حتى إقرار الحق وإرجاع الحقوق إلى ذويها. وشكراً.